السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. هنتعرف على أشهر قضية دعارة في الوسط الفني اللي أطلق عليها الرقيق الأبيض، وحنعرف كمان مين الفنانات المتورطات فيها بالأسماء. هنعرف التفاصيل، خليكم معايا. الفنانة ميمي شكيب تميزت بملامحها الشقرة وثقافتها، حيث أنها كانت تتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة بجانب العربية والتركية، لأن والدها كان تركي الأصل. وطالما أمتعت الجمهور بأعمالها الفنية العديدة، كونت ثنائي فني مع سراج منير اللي اتجوزت وتوفى بعد وقت قصير من زواجهم. ولكن بعد حياة فنية وتهافت المنتجين عليها، جت الصدمة الكبرى، وبالتحديد سنة 74، حيث تحولت حياتها جحيم بعد ما قامت قوات الأمن باقتحام شقتها وألقت القبض عليها هي وثمان فنانات بتهم تسهيل ممارسة الدعارة والأعمال المنافية للأداب في شقتها مقابل الحصول على الأموال. فهزت قضية الرقيق الأبيض الوسط الفني والرأي العام ككل، وأفادت التحريات بوجود شبكة دعارة تديرها ميمي شكيب برفقة 8 فنانات، وهم زيزي مصطفى وناهد يسري وأمال رمزي وسمية شكري وكريم الشريف وماري جوليان الشهيرة بميمي جمال وسهير توفيق وعزيزة راشد ومشير اسماعيل. وبعد إلقاء القبض عليهم، الصحف ما بقى لهاش سيرة غير قضية الأداء اللي تورطت فيها ميمي شكيب والفنانات، وأصبح الناس يتهافتون على شراء الجرايد لمتابعة أخبار قضية الرقيق الأبيض. فكانت هذه القضية الأولى من نوعها، فكان الجميع يتابعها بشغف وفضول، حيث نشرت جريدة المساء انفراد بتفاصيل المحاكمة، حيث قيل أن هناك قضية آداب الشهيرة تحمل اسم الرقيق الأبيض. يتم محاكمة الشبكة التي تتزعمها ميمي شكيب وتضم 8 فنانات، من بينهن زيزي مصطفى وسمية شكري وناهد يسري وأمال رمزي. وكانت الشبكة تدار من أجل راغبي المتعة الحرام للحصول منهم على الأموال، وتبين أن أكثر المتعاملين معها من الأقطار العربية. وفضلت القضية شغالة حوالي 6 شهور، وبالتحقيق مع ميمي شكيب وعضوات الشبكة، الفنانات المتورطات في القضية أنكرن ما نسب إليهن من تهم موجهة إليهن. ولكن أمال رمزي قالت إنها كانت فعلا في بيت ميمي شكيب مع سري عربي من أجل شرب القهوة وقراءة الكوتشينة، وهو صديق ميمي شكيب، رغبة منها في إن ميمي شكيب تقدر تأثر على المخرج السيد بدير إنه يسند لها دور كبير في أحد الأفلام. وبعد طول التحقيقات، قررت المحكمة في 16 يوليو 1974 تبرئة ميمي شكيب وكل عضوات الشبكة من الفنانات المتورطات، استنادا على عدم إلقاء القبض عليهن في حال التلبس، حيث أن التحقيقات خلصت على أنهم كانوا في سهرة عادية بشرب القهوة في بيت ميمي شكيب. وخلال مدة سجن ميمي شكيب كانت حزينة جدا ومصدومة لدرجة أنها أصيبت بصمم والبكم بسبب كتر البكاء. وبعد خروجها من السجن ابتعد عنها المخرجين والمنتجين وأصبحت بلا عمل، اكتئبت أكتر ودخلت مصحة للعلاج النفسي، ولم تقدم على أي عمل فني غير فيلم السلخانة قبل وفاتها. وكانت نهايتها مأساوية، حيث وجدت ملقاة في الشارع من شرفة منزلها، وقيدت القضية ضد مجهول لتصدر الستار عن ميمي شكيب وتدفن ويدفن معها سر موتها.